في البداية أسأل حضرتك يعني ونفكر كده السادة المشاهدين بقانون حماية المستهلك، وهل من حق المستهلك إن هو لو اشترى سلعة إن هو يرجعها ويسترد ثمنها؟ تمام. قانون حماية المستهلك ده قانون إحنا بنقول عليه قانون رقم 181 لسنة 2008، وبدأ هو صدر في آخر في 12/2008 وبدأ يعمل به في 2019. يعني إحنا بنعتبره لسه قانون فريش جدا. القانون ده لو بصينا له هو قانون رائع جدا، وقانون يعني مريح حتى لنفسيه المستهلك بالزبط. لان في مستهلكين كتير جدا او ناس بتشتري بضايع وبتقف قدام انه حاسس انه حقه او اتنصب عليه او اتضحك عليه بالمفهوم البلدي لكن مش بالمفهوم القانوني لكلمه نصب، عشان نبقى واضحين. تمام. فبيبقى عنده شيء من الاحساس بانه مش قادر يجيب حقه. قانون حمايه المستهلك لو قريتيه او الناس فهمته، القانون ده بيرجع للناس حقوقها. وحتى دور القانون نفسه قال ايه لجهاز حماية المستهلك اللي هو القائم على تنفيذ هذا القانون. تمام. دوره انه ينشر هذا الوعي او ينشر حماية المستهلك، يعرفك حقوقك. لو انت النهاردة في سلعة خدتها حصل فيها عطلة، حصل فيها عيب، حصل فيها ايه، لا ده انت من حقك ترجعها، وترجعها زي السؤال اللي حضرتك بدأت بيه. هو ينفع يرجعها؟ تقدر ترجع السلعة خلال 14 يوم، ودي معلومة اغلب المجتمع عارفها. طبعا. تقدر ترجعها خلال 14 يوم بدون ان تبدي اسباب. انا ما عجبتنيش عادي، بس بشروط. إيه هي؟ يعني مثلا ما تكونش من السلع اللي لو التغليفه بتاعتها او قفلتها لو اتفتحت تبوظ. بالظبط. تمام. اتنين، ما تكونش سلع ما بنرجعش الجرايد والمجلات والكتب، ده ممكن تتاخد وتتصور. ظهر معلش، انا في اجهزه بتبقى مقفوله، يعني لو اتفتحت ممكن فيها عيب صناعه. لا 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 لا، يعني تلفزيون، مكوى عادي. لا في اجهزه نفسها، موبايلات برضو، انها تغليفتها هي الضمانه ليها. يعني لو حاجه استخدام شخصي قوي. بالظبط، زي الحاجات الاستخدام الشخصي دي ما ينفعش حد يبسها ويبدلها والقصه دي. كمان الامور اللي هي زي ما قلنا الكتب والمجلات، كمان الحاجات اللي بتكون معموله لك بصفه خاصه. يعني انت رحت عند ترزي بتفصل بدله بمواصفات خاصه، ما ينفعش ارجعها لانها تصممت ليك. بنفذ اوضه نوم صممت عند نجار، صممت ليك. طالما انت ملتزم، يعني ايه، ما انت ممكن تقول لي لا طب ما هو اتنفذت لي حاجه مش هو ده مطلوبه. بالظبط. عشان كده لازم بقى تبقى لما تيجي تروح تعمل حاجه تفصيل او حاجه انا هخصصها ليا، اعمل عقد او اكتب في الفاتوره المواصفات اللي انا عايزها. انا عايز اوضه نوم الشكل كذا بالمواصفات الفلانيه بي. لو ثبت ان المنتج او المورد، احنا بنقول عليه مورد، واحنا اللي بيشتري بضاعه احنا اسمنا مستهلك. تمام. لو ثبت ان المورد ده هو نفسه مقصر في التعاقد، لا ترجع.